وفي نهاية اللقاء هذا ديال الفنان الشوبي والحالة التي وصل إليها والتصريح اللي قالوا وهو يرد على منتقديه ديك الطريقة ديال الدعاء على نفسه بالنار وغيره في الجنة. فتعليق ديالي أولا أقول يا أخي أسأل الله عز وجل لك الشفاء العاجل وأسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك وينذب عنك حرمته، هذا أولا وهذا واجب مسلم مع أخيه المسلم. ثانيا عندي جوج رسائل، رسالة لك ورسالة للمنتقدين أو لمن تعتقد أنهم خصومك. رسالة لك أخي محمد، مهما وصل بين الحال فنحن نعلم أن لنا ربا رحيما غفورا وهو وحده سبحانه وتعالى المسؤول عن أمر الجنة وعن أمر النار، ولا أحد يملك الصلاحية أن يدخل فلان الجنة ويدخل فلان النار إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا إلا فيما أخبره به ربه سبحانه وتعالى. فلا تنزعج يا أخي من هذا الشيء اللي كتسمع ومن هذه الدعوات اللي كتشوفها ومن هذه التعليقات اللي كتشوفها، لا تنزعج بها، فالأمر عند الله تبارك وتعالى بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده. أما بخصوص ما أنت فيه فأعلم يا أخي الكريم أن المرض عندنا في الإسلام وإن شاء الله أنت تعلم هذا يعتبر ابتلاء، لا ننظر إليه كغيرنا من أهل الملل والنحر الأخرى، وإنما ننظر إليه أنه ابتلاء، فإنما ابتلاك ليطهرك لا ليعذبك، وإنما ابتلاك ليرحمك، وإنما ابتلاك ليرفع درجتك. فمراحل التطهير التي يمر منها المسلم في الدنيا هو أن يبتلى في ولدي، أن يبتلى في مالي، أن يبتلى في صحتي. فإن ابتلي فإنه يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الثبات أولا، وأن يرضى، وأن يعلم بأن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه، وأن هذا بأمر الله عز وجل ولا دخل للعباد فيه، كما قال ربنا لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي هداهم الله في ساعة الابتلاء أن يعلموا بأن هذا من الله ويصبرون، والله عز وجل إن ابتلى عبده وطهره من الذنوب ومن المعاصي فإنه يصفيه ليدخل الجنة إن شاء الله بلا حساب ولا عقاب ولا سابقة عذاب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أنا وأنت أخي محمد من هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فافرح بهذا البلاء واسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن في قضية المناقشة مع الناس وكذا لا يتمنى حتى ولو على سبيل المزاح، لا يدعو على نفسه ولا يتمنى النار حتى ولو على سبيل المزاح، لأن الله تبارك وتعالى منعنا من هذا وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال العلماء إن كان القتل فما أقل منه فهو أيضا داخل فيه، فلا يدعو إنسان على نفسه بالنار بل يسأل الله عز وجل من فضله. ولذلك قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا يوافق أحدكم من الله تبارك وتعالى ساعة استجابة أو ساعة عطاء فيستجاب له، فدي على راسك يستجاب، يقول وجبت وإن وجبت فوجبت. فاعلم يا أخي أن أمر الجنة والنار وهذه الرسالة الثانية لمن يسبك ولمن يشتمك ولمن يتوعدك، فأنت باعتبارك رجلا مسلما فأمر الجنة والنار هذا بيد الله تبارك وتعالى وليس بيد أحد، وهي رسالة لإخواننا. يعني راه أجمع العلماء على أنه لا يحل التشفي في المسلم، التشفي والفرح والسرور بما أصابه حتى وإن كان مذنبا حتى وإن كان عاصيا، فأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يعني لا نتشفى في الناس ولا نفرح بمصابهم، وإنما نذكرهم بالحسنى وندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن تكون خاتمتنا خاتمة خير، كما قالت العرب قديما الشماتة قبيحة ولو كانت صحيحة، حتى لو كنت تنظر إلى هذا فاعلم بأن هذا قبيح بك يا أخي، واش إنسان مريض كتشفى فيه ما خرج الدنيا ما خرج من عقيبة ما عرفتش شنو يوقع عليك أنت قدام الله وأخوك مسلم ها. فلذلك أرجو من إخواننا أن لا يتدخلوا في أمر الجنة ولا في أمر النار حتى لا يجروا غيرهم من المسلمين لأن يقول مثل هذا الكلام، بالعكس نتمنى للإنسان خير ونتمنى له التوفيق ونتمنى له السداد ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يهديه. احنا شنو بغينا كاع من هاد الناس هادو كاع اللي كيخالفونا واللي عندهم خلاف، الخلاف خلاف يا أخي، الخلاف يبقى في محله، وإنما أنت تريد الرحمة به، الرحمة به، أنت بغيتي ليه الهداية ماشي بغيتي ليه العذاب، فلهذا عندما تختلف معه أو تحتد معه فتبقى في إطار هذا المقصد العظيم وهو أنك تريد الخير وتريد التوبة وتريد الهداية فيما تراه أنت حقا ويراه هو باطلا. وإذاك أقول لإخوتي مزيد من الرحمة ومزيد من الأخوة، نحن يعني نتقاتل في النقاش وترتفع الأصوات ونكون حادين في النقاش، لكن عندما يصل الأمر إلى الأمور الشخصية فهنا كنقفوا ولا نتمنى لغيرنا الهلاك ولا نتمنى له الدمار ولا نتمنى له الأذى ولا نتمنى له المرض، بالعكس نتمنى له كل خير، لأن الأمر يتعلق برب العباد سبحانه وتعالى، الحكم عند الله تبارك وتعالى، وهو وأنت وأنا نبقى حسبا على الله، نحن حسب الله محسوب إلى ربي سبحانه وتعالى، وكل واحد له وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، فنكون مبشرين ولا نكون منفرين، ونصح في هذا الصدد قول ربنا ونصيحته وأمره لنا ونهيه لنا أيضا لغير المسلمين، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فأنت الذي بدأته هذا غير المسلم، فكما مالك بالمسلم، فهذاك الشدان وهذاك الطنيض وهذاك الشيء الإنسان يحاول يستبدل، لأن الأمر يتعلق بالآخرة، وتجر واحد أنه يقول واحد كلام فهمتيني وتعطي واحد كلام طافح يتعلق بالآخرة بالجنة وبالنار وتيأسهم رحمة الله تبارك وتعالى، فقد يكون لك يعني كفل من هذا. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأعيد وأكرر وأقول لأخي محمد الشوبي أسأل الله عز وجل لك العفو والعافية والشفاء، ولا تدع على نفسك يا أخي، بل ادع الله تبارك وتعالى أن يرزقك العافية ويرزقنا وإياك الجنة وينجينا من النار إن عذابها كان غراما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.